السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. من بعد واحد الغبره طويله كنت غابر شويه على الفيديوهات، اتمنى تكونوا مزيانين. شكرا للناس اللي كانوا يسولوا، كنت كنتلقى كومونتيرات كيسولوا علاش مراكش دير لي فيديو. المهم رانا ولينا، شكرا لكم ونتمنى تكونوا مزيانين. الان راني كنتواجدوا ان شاء الله في مدينه السعيديه. يلا عاد غادي ندخل دروك السعيديه، مازال ما نوصل حتى عاد غادي نوصلوا بين الجراف. نشوفوا الاجواء هذا النهار كي دايره في مدينه السعيديه، واش كاين شي حركه، واش كاين شي رواج. هو دروك وصلنا ديال الجراف هنايا، غادي نوصلوا ديك البلاصه فين كيتصوروا. كاين راكم عارفين ديك البلاصه، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش راه غادي نوصلوها درك تشوفوها. اذا كانوا تما الدواء زينه نغيرو، كان الدواء خاويه ما نغيروش. هاد الفيراج خطير. كاين الاجواء هنايا عامره كما كتشوف. هي نريضوا واقيلا هنايا نشوفوا الدواء. فوالا هي المنطقه الحدوديه، نريضوا هنا نشوفوا الاجواء. هذا هو اللي تصورت لكم المره الفايته. السلام عليكم، كي داير بخير انت مولا؟ عقلت عليا بعد كي داير بخير. السلام عليكم، كان معكم واحد الخوه فين راه؟ اللي عنده الرايه تاع المغرب هنا. مشى؟ راكم مزيانين؟ الله يحفظك بارك الله فيك، الله يعطيك الخير بارك الله فيك. فوالا هو درنا الماسك كاع. يلا السلام عليكم. الاجواء راه هنايا، لا ديروا ديك العرفه هما هنايا صما يديروا لنا شي بارتي ديكور. هذه كتبلع زعما هذه الباب سكده. والجهة المقابلة نتاع الجزائر ما كاينش تما شي واحد، كاين واحد مول الموبيلا وكهنايا صح كما هذا اللوطو. هي هاد شي واحد هيا مشات الدواء خاوية هما عندهم تما. Thank you.
اخوتي على هذه الاجواء وهاد الانغام اللي راها هنايا النشاط هنا في الحدود كما شفتوا كما صورت لكم شويه ودرك ان شاء الله ننطلقوا نكملوا الطريق ديالنا المدينه السعيديه. يلا خليكم معايا سيرايا نركب. شوف رايا لو الفيديو راه ملاه ها شحال. يلا اخوتي ها هما. السلام عليكم. خليهم نشوفوا هنايا ونشدوا الطريق ونشدوا طريقنا الى السعيديه باش نشوفوا الاجواء كي دايره. كاين البرد ملي جيت كنت لابس التريكو ولكن ملي ريدنا هنا بقينا نصوروا شويه صافي جاني البرد لبست الجاكيت. يلا بسم الله على بركه الله. هي السعيديه لا كانت السيدية هي الدخلة. هاد البلاصة فيها